اليوم غنشوف معكم هذا الموديل الجميل جدا، كيكون مربع بحال هكذا، وبالنسبة للطول أو العرض على حسب الذوق ديالكم. غنوريكم البداية ديالو، خصوصا السطر الأول الثاني الثالث الرابع هما الأساس، ومن بعد كتكمل الخدمة عادية حتى الأخير. فاش غنساليو الموديل هذا غندير معكم كيفاش نزوقو هاد البودغي اللي في الجناب، اللي حب يزوق الشكل لا راه ممكن نحتفظوا بهذا المربع كما هو بحال هذا الشكل. هذا اللي عجبكم الموديل وكنتو مهتمين بالبو الطريقه ديالو، ما تنساوش تدعموني باللايك وبالاشتراك في القناه. غنبدا هنا اول شيء، ندير واحد السلسله اللي كيعرفها الاغلبيه، كلشي كيعرف السلسله، السلسله ولكن يكون فيها مضاعفات عدد 4، بمعنى 4 زائد 4 8 زائد 4 اخرى 12، وانا غادي بحال هكذا مضاعفات ديال 4. الطول على حسب الطول اللي بغيتو نتوما. بسم الله، 1 2 3 4، 4 الاولين، 1 2 3 4 الثانيه، 1 2 3 4 3، 1 2 3 4. هنايا السلسله على حسب الطول اللي بغيتو نتوما الشكل. في السيرز هنا 4، شنو غندير؟ 4 غندير 6 ديال العوينات، 1 2 3 4 5 6، وغادي نجي اخر وحده في دوك الاربعه، وغنمشي بنخدم غرزه ديال العمود، وحده واللي حداها نخدم فيها وحده، واللي حداها كذلك نخدم فيها وحده. كيف ما قلت لكم في الاول هما يا 4، دونك ها هما 3 خدمت فيهم غرزه ديال العمود، رابعه دا غندير وحده وغنقص هذه ونمشي لهذه نخدم فيها نفس الشيء. وحده نخليها، وحده نخدم فيها غرزه ديال العمود، 1 3 غرز ديال العمود، ندير وحده عوينه ومن بعد نقص، 1 2 3، وكنبقى غاده بحال هكذايا. كنخدم 3 الاعمده وكندير غرزه ديال السلسله وحده، وكناخذ نخلي وحده من هنا ونخدم 3 اخرين وانا غاده حتى كنكمل. دونك 3 الاعمده مع السلسله هما 4، داكشي علاش كنديروا مضاعفات ديال 4. اللي فهم الفكره ممكن يطورها مثلا يخدم على جوج او على 4 الاعمده او لا. المهم هذا هو المبدا. لاحظتوا انا كملت هنا 3 وحده خاويه، 3 وحده خاويه، 3 وحده خاويه على طول السلسله اللي عندنا. وهنا شنو عندنا؟ عندنا 6 واحد السلسله هنايا، لاحظتوا هنايا واحد السلسله فيها 6 ديال الحلقات. حتى هنا غادي ندير 6 ديال الحلقات، وحده 2 3 4 5 6، ونسد بماي كولي في الاول كاع في اول عين ديالي الاولى اللي بقات لينا، منزلقة ولا مايكولي ولا كيف ما كيقولوا. شوف باش نحصل هادشي اللي كاين هنا عندي، هنايا في هاد الجنب هو اللي عندي في هاد الجنب هذا. من بعد غنمشي بمنزلقة هنا الثانية، هنايا 10 2 3. الفكرة هو انا غادي نطلع حنطلع السطر الثاني اللي غندور به عاوتاني على الخدمه ديالتي، غنزيد هنا منزلقه اخرى باش نكون في الخدمه ديال فيها. عندي 3 الاعمده، 1 2 درنا هنا السلسله في العمود الثاني والعمود الثالث، ياك. دونك انا جيت هنا بهاد المنزلقين باش نطلع باش ندير العمود السطر الثاني. هنايا غندير سلسله وحده وغنمشي للفراغ الثاني نخدم فيه 3،
واحد جوج ثلاثة، خلي وحدة دير سلسلة ونمشي هالفرع ندير فيه ثلاثة. بالنسبة لهالشكل خاصة نركزو خصوصا غير في هذيك البداية والنهاية ديال السطر ديالنا، ومن بعد راه هو غيبدا يتكرر. كنتمنى يكون بلاحظتونا. انا كملت السطر ديالي، شنو غندير؟ نمشي لهاد الستة اللوين هادي ونخدم عاوتاني نخدم ثلاثة. ثلاثة السلة الأولين نخدم فيهم ثلاثة، وثلاثة أخرين ثلاثة أخرين، ما بين ثلاثة وثلاثة أسيلات، وحدة جوج ثلاثة، ونخدم عاوتاني ثلاثة أخرين. كنتمنى الشرح يكون واضح. هذا هو اللي مهم في هذا، هو هادي عاوتاني واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، مزيان. لاحظتوا تستخدم فيهم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، وما بين ثلاثة وثلاثة عندي واحد السلسلة فيها ثلاثة ديال الغرز الشين. اشنو غيوقع دابا؟ غنمشي نكمل كيف ما جيت بهذا السطر، غنمشي بهذا السطر. اشنو فيه؟ فيه ثلاثة وحدة وفارغ، فيه ثلاثة وحدة فارغ، فيه ثلاثة وحدة فارغ، فيه ثلاثة، واحد جوج ثلاثة. إذا ها هو السطر كمل عندي. شنو غيوقع؟ غيوقع داك الشيء اللي درناه فيها ستة غنديرو فيها ستة. وشنو غنجيب هاد الستة هادو في الدورة؟ غنخدم فيهم ثلاثة ثلاثة الأعمدة، بيناتهم إسباس ثلاثة الأعمدة أخرين، بين إسباس ثلاثة الأعمدة أخرين، ما بين ثلاثة وثلاثة عندي ثلاثة ديال الشليشين. دوك عندي وحدة هذيك العادة، نجي لهنا. دوك هاد ثلاثة الأولين، واحد جوج ثلاثة، واضح. وغندير ثلاثة السلسلة ديال السلسلة الدولية، ونعاود ندير ثلاثة الأعمدة، ونعاود ثاني ندير ثلاثة أخرين ثلاثة السلسلات، وندير ثلاثة الأعمدة، وكملت العمارة ديال هاد السطر. كملت دونك هاد السطر هذا غيبدا عندي. دونك باش يبدا عندي انا ندير بعدا واحد السلسله هنا ونسد السطر، واضح. ها هو السطر تسد. الى لاحظتوا بحال هاد الجهه بحال هاد الجهه بحال هادي، ومن بعد ثلاثه هاد السطر ثلاثه بيناتهم اسباس ثلاثه بيناتهم اسباس. دونك هاد الجوج هادو هما اللي غيعطيني هاد القنت، هاد الزاويه هادي غتبقى غاده، وهاد هادي مع هادي عاوتاني غتعطيني هاد القنت، هادي غتبقى غاده بالنسبه للخدمه ديالي. شوف نوري لكم هنا في الشكل اللي ناخذو. لاحظتوا انا دابا هنا دوك هاد الزاويه اللي غاده هادي تبقى زاويه غاده، وهاد الزاويه كتبقى حتى هي غاده مكرره معنا في نفس الوقت حتى الاخر. هادشي اللي غيوقع دوك هاد الزاويه الاولى وها الزاويه الثانيه اللي غتعطينا داك المستطيل. مزيان نكملو هنا. دوك غنعاود من جديد، نمشي بغرزه ديال المنزلقه علاش في غرزة المنزلقة؟ باش هنا عاوتاني ندير الخدمة، نطلع بواحد جوج ثلاثة اللي هما ليكيفالون ديال العمود، ثم ندير جوج الأعمدة أخرين جوج، نزيد جوج الأعمدة مع هادوك ثلاثة اللي شين اللي درت الأولى والعمود الثالث، خلي وحدة إوا إوا أنا غادا. مزيان خلي وحدة ثلاثة عاوتاني انا ساليت. دونك شنو قلت لكم قبيله؟ هذه مع هذه كتعطيني الزاويه غاده. دونك هنا هذه هاد جوج غنخدم نفسهم، غنخدم ثلاثه بيناتهم ثلاثه. مزيان دونك هنا نخلي وحده كالعاده، في هنا نخدم ثلاثه جوج ثلاثه ثلاثه ديال السلسلات، نخدم ثلاثه في نفس المكان. واضح دونك هاد جوج الجوج غيعطيني يبقى غادي لنا في الاول حتى الاخر ديال الخدمه. دوك هما ثلاثه ثلاثه بيناتهم ثلاثه 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 بيناتهم ثلاثه، ديما فين نوصل لهاد البلاصه ندير نفس الخدمه. هاد الزاويه حتى هي نفسها بيناتهم. شنو غيوقع؟ غيتولد لينا بحال هاد الشكل هذا. شنو غندير هنا؟ غندير غير غرزه وحده ماشي ثلاثه، غير غرزه وحده، ونخدم في هذيك يعني بحال شكل فراشه ديالنا في القنت. الزاويه ديالنا نخدم بحالها فوق منها ثلاثه فوق منها ثلاثه.
ندير واحد ديالي يعني. نخدم ثلاثه في كل عين، نخدم ثلاثه، نخدم شين وحده، نخدم ثلاثه، وانا غادي بحال هكاك حشو عطينا. لاحظتوا هو المستطيل بدا كيبان. غنمشي نكمل الدوره، ملي غنوصل هنا نفس الشيء، غندير فوق هذه وحده بحالها، وغندير فوق هذه وحده بحالها، وبيناتهم غندير عوينه وحده. دونك انا كملت السطر ديالي، وصلت للبدايه كالعاده، نسد غرزه المنزلقه، نمشي فوق هاد الثلاثه، نخدم عاوتاني بغرز منزلقين اولا غرزه كنقول حنا بعد المرات غرزه ميته، تنتقل بدايه ديال السطر الموالي. دابا شنو غندير؟ كنظن راه خدمنا فوق واحد جوج ثلاثه، نخدم ثلاثه هنا جوج، نخلي وحده، نخدم هنا ثلاثه، هما هاد السطور الاولين، اربع السطور الاولين هما اللي اربع دورات. دونك نوصل الزاويه هنا نخدم وحده، ونخدم فوق الزاويه ديالي، نخدم هاد الزاويه بهذا الشكل بحالها، ثلاثه ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، فوق ثلاثه اخرين في العمينه. واضح ها هما كيبداو كيبانو، وحده وحده وحده. دونك هاش راه وقعنا، هادي وحده وحده غطلع فوق منها وحده بيناتهم، شنو غدا وقع عندك بينا لا تخطرتو، درنا هاد الزاويه هادي، ودرنا هاد الزاويه هادي، ودرنا بيناتهم وحده. هاد وحده غنخدم فيها ثلاثه، ندير اسباس فيه وحده، واحد جوج ثلاثه، سلسله وحده، نمشي فوق الزاويه نخدم بحالها، واحد جوج ثلاثه، صافي نكون ساليت الاساس ديالي اللي يمكن لي نكبرو على شحال ما بغيت. ممكن ندخل فيه الالوان، ممكن نبدا بلون ونجي حتى الوسط ندخل شنو بغيت في الشكل الموديل اللي عندي انا. ممكن نكتفي بلون ا واحد، انا شفتو معايا مزيان هنا هاد الزاويه، هاد الزاويه هاي تولدت لي انا ثلاثه، هادي هادي هي عندي هنايا. نجي مره اخرى فهمتوا، غنخدم فوق هاد الزاويه، فوق هاد الزاويه هادي غنخدم فوق منها ثلاثه، وهادي فوق منها ثلاثه، بيناتهم وحده، وغادي نبقى غادي ولي عندي بحال هاد السطر. واضح؟ انا مشيت كملت السطر ديالي وطلعت كيما العاده، مشيت للغرزه اللي قاولا غرز ميته، كيف ما كل واحد كيف ما كيقولها. وطلعت هنا وصلت الزاويه وحده، نخدم فوق هذه ثلاثه، بغيت نزيدكم هذا السطر باش يبان لكم التزايد اللي غيولي عندنا هنا. هاد هادي ما تنساوش تدعموا القناه ديالي بالاشتراك و باللايك والتعاليق ديالكم الا سمحتوا. عجبتكم هاد العمل ديالي هذا؟ دوك هنايا لاحظتوا هاد الزاويه، هاد الزاويه اخرى، هادي وحده، ممكن نخدم ثلاثه هنا، سلسله ثلاثه هنا، هاد العوينه ثلاثه، واحد جوج ثلاثه، هنا ثلاثة، وما كيكون حتى شي تغيير. كما قلت لكم ما كان حتى شي تغيير، خدمو فوق منها الزاوية ديالنا. العرض وحدة، دابا ثلاثة، ومرة أخرى غتزيد وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا، وحنا غاديين الجهة الأخرى كنبداو كنمشيو كنسدو طلعو كنمشيو بالخدمة غاديين، وكنزيدو حتى كنلقاو الشكل اللي حبينا. إلا لاحظتو عندي أنا هذا هو كبير شوية، دخلت فيه لون آخر، هاهو كيجي رائع جدا وما كنملوش منو. هنايا في الجنب حتى ندير معكم هاد نكبر داك الموديل اللي عندي الاول، ها هو دخلت فيه جوج الالوان، وهنا بديت نوري هاد الشكل هذا، انا غنديرو معكم اما العلا
يمكن في مقلس هذا الشكل، هو نفسه هذا اللي وريتكم، هو كبار شويه فيه لون اخر، ومن جنة غنزوقوا بهذا اللون اللي دخلت هنايا. نوريكم غير هذا الموديل الى عجبكم ديال البخود غير ديال الجن اشنو فيه. فاش كنسالي هنا كنركب بلون اخر، كنبدا الخدمه كيفاش دايره، سهله جدا ما فيهاش حتى شي حاجه. دوك هنايا في هاد العوينه من بعد نمشيو لهاد العوينه فيها هادي غرزه منزلقه، وهادي كنخدمو فيها الشكل هذا. الشكل هذا شنو فيه؟ فيه ثلاثة بيناتهم جوج، ثلاثة وثلاثة، جوج ثلاثة، جوج عوينات ثلاثة اخرين. صافي هادشي اللي درت. هنا ديما هنا نمشيو وحدة كنديرو فيها غرزة باش تعطينا داك الشكل ديال الفراشة يكون باين واضح. ها واضح. نمشي هنا نتوما كتبقاو غاديين بالخدمة. انا عندي غير واحد البلاطو صغيور كاسه وحده جوج هكا. وهنايا شوفوا معايا انا شنو دايرين، درنا الشكل هذا الشكل الزوين هذا. نوريكم الا بغيتو، ما بغيتوش راه تكملوا بهذا الشكل هذا، نعاود نخدموه هنا الفوق ونبقاو غاديين ما عندنا حتى شي مشكل. دوك راه انا في الخدمس خدمت في هاد، لاحظتوا معايا كاينه هادي راكبه على هادي. دوك انا غنخدم فوق هاد الجهه هادي وفي هاد البلاصه هادي. وفاش غنخدم اشنو غنخدم؟ ناخذ هاد الجهه هادي نقلب عندي الخدمه بحال هكايا، ونعمر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نعمر مزيان ستة سبعة باش تعطيني داك الشكل ديال القليب اللي وريتكم. ها ثمانية مزيان صافي. كنمشي جوج الشكل راه كيعرفوه الأخوات، كنطيح بجوج بجوج غير بشوية. أنا حيت عندي الخيط رقيق شوية كيجينا صعيب في الخدمة. جوج تانيين ثلاثين الرابعين غادا نطيح في الخدمة ديالي. ايه برافو تعطيني الجهة ديال القلب الاول. لاحظتوا قلت لكم خدموا على هاد الجهة هادي، هاد الجهة هادي النهاية ديال عندي هنايا الزاوية الفوقانية هادي اللي تحت منها. هاد البلاصة هادي نعمر عليها واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ياك، وكنرجع انا راجع وكنطيح بجوج بجوج جوجين اثنين، وكنبقى غادا وكنطيح بحال هكذا
في الاخر كيعطينا داك القليب غونفلي، كيجي مزيون بالنسبه للاستعمال في اشكال اخرى تسوق. طيحت اكثر من جوج ولكن غنخليها ماشي مشكل. ايوا القليب ديالي ها هو، ها هو القليب ديالي الاول اللي درت هذا، كيجي فرق معايا شي حبيتو ما حبيتوش. اشنو كنديروا دابا؟ كيف ما قبل نمشيو لهاد هاد العين هادي وغنخدموا عندنا هادي ثلاثة بيناتهم جوج، وحنا غاديين حتى كنساليو الموديل ديالنا. ثانية غندير فيها